ترأس الملك محمد السادس الاثنين بالرباط حفل توقيع الاتفاقية الإطار لإنجاز البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 الذي يكلف استثمارات بقيمة 115 مليار درهم فاصل 4. وتحدد هذه الاتفاقية شروط وكيفية تنفيذ وتمويل إنجاز هذا البرنامج الرامي إلى دعم وتنويع مصادر التزويد بالماء الشروب ومواكبة الطلب على هذا المصدر الثمين وضمان الأمن المائي والحد من آثار التغيرات المناخية. كما يهدف البرنامج لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء 2.3 مليار درهم والتواصل والتحسيس من أجل ترسيخ الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استعمالها بقيمة 50 مليون درهم.